يواصل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول مواكبته للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، حيث تقام دورة هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد وأسواق الطاقة حول العالم مستوى غير مسبوق من التحديات المعقدة. بما أن الأوقات الحالية بالعالم تواجه تحديات كثيرة في الإمدادات المنتجات المشتقات النفطية، لا يخفى عليكم أن صناعة التكرير في الغرب بالذات يمر بحالة مخاض لنقص في عدد المصافي أو تأخر بعض المصافي في التطوير. وخلال افتتاح المؤتمر أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي على أن الإمارات بالتعاون مع أوبك وأوبك بلس حريصة على توريد ما يتطلبه السوق العالمية من الطاقة. نحن في دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة أوبك بلس حريصون على مد العالم بالطاقة، ولكننا لسنا الوحيدون المنتجون للطاقة في العالم. نحن نقدم نحو 50% من الطاقة العالمية، وهذا الأمر يتطلب تضافر جميع الجهات العالمية ذات الصلة لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي. محاور ومواضيع عدة يتناولها الحدث هذا العام تتركز في أهمية اعتماد منهجية متوازنة للمضي في مساعي تحول الطاقة، فضلا عن تسريع جهود تحقيق الحياد الكربوني في موارد الطاقة الحالية وتنويع مصادر الطاقة المستقبلية. أوبك يعتبر حاليا الحين من أكبر منتديات الحوار والمعارض للطاقة في العالم، يستقطب كل هؤلاء الخبراء وأيضا صناع القرار في إيجاد حلول للمشاكل المستجدة الموجودة حاليا في قطاع الطاقة. اليوم نحن نتكلم عن زيادة عدد سكان الكرة الأرضية بما يقارب لنا 9.5 مليار نسمة، وهذه الكمية بحاجة إلى تقريبا 30% زيادة طاقة. للوصول لهذه الكمية لابد للعمل بجهتين، الجهة الأولى الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت الاستثمار وتكملة الاستثمار في مجال الهيدروكاربونز والنفط والغاز. وتحت شعار مستقبل الطاقة مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع، يستقطب أوبك هذا العام مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة العالمي للمشاركة والمساعدة في إيجاد الحلول الفعالة لأكثر مشكلات الطاقة إلحاحا، حيث يسلط الضوء على الاحتياجات الحالية لقطاع الطاقة من حيث خفض الانبعاثات ورسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة. تأتي أهمية هذا الحدث من موعد إقامته التي تسبق انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، حيث يعتبر ملتقا عالميا يجمع المتخصصين في قطاع الطاقة لمناقشة وتحديد الفرص وفتح آفاق جديدة في قطاع الطاقة المتطورة. عبد الله الزعبي، قناة الغد، أبوظبي.